أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا حول خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفيها جوامع التوحيد. في الحلقات الماضية ذكرنا شطرا من هذه الخطبة المباركة، وها نحن الآن نبدأ في شرح شطر آخر من هذه الخطبة. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: والافتراق الصانع من المصنوع، والحاد من المحدود، والرب من المربوب، إلى آخر الخطبة المباركة. الله سبحانه وتعالى يفترق ويختلف عن المخلوقات في كل شيء، كما قال: ليس كمثله شيء. وجوده يختلف عن سائر الوجودات، صفاته الذاتية تختلف عن صفات المخلوقات، صفات فعله أيضا تختلف عن صفات المخلوقات، فلا يوجد نقطة اشتراك بين الرب وبين المخلوقات. لماذا؟ لأنه لو كانت له صفة من صفات الممكنات لصار ممكنا مثلهم، وإذا كان ممكنا امتنع أن يكون أزليا قديما خالقا. المخلوقات هي مصنوعة وهو صانع. لماذا صار هو صانع وهي مصنوعة؟ لماذا؟ لماذا لم يكن العكس؟ لأن له صفات لا توجد في المصنوعات. هو أزلي، المصنوعات حادثة. هو قادر، هي عاجزة. هو عالم، هي جاهلة، وهكذا. فلأنه يمتلك صفات لا تمتلكها هي، لذلك صار الصانع. يعني مثلا الآن أنت أفرض دار وبناء. البناء هو الذي بنى هذه الدار. لماذا لم يكن العكس؟ الجواب: لأن البناء له قدرة، والحجر والطين والجص لا قدرة له. البناء له حياة وأدوات، البناء ليست لها حياة. البناء له اختيار وهي ليست لها اختيار، فلذلك هو صار البناء وهي صارت البناء. الله سبحانه وتعالى هو الخالق ونحن المخلوقون. لماذا نحن مخلوقون وهو الخالق؟ لماذا لم يكن العكس؟ لأننا حادثون والله سبحانه وتعالى ليس بحادث، لأننا عاجزون والله سبحانه وتعالى ليس بعاجز. نحن لم نكن ثم كنا، نحتاج إلى علة توجدنا، والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، أزلي لا بداية لوجوده، فله صفات. هذه الصفات تمتنع على المخلوقات المصنوعات، وهي لها صفات العجز التي تمتنع على الرب سبحانه وتعالى. لذلك صار هو الصانع الخالق، والمخلوقات صارت هي المخلوقات. كذلك المخلوقات محدودة، لها حدود، والله سبحانه وتعالى لا حدود له. لأنه لو كان له حدود، هذه الحدود تسبب الفقر والحاجة. فإذا كان هناك فقر وكان هناك حاجة، يحتاج إلى من
يرفع تلك الحاجة، فإذا احتاج إلى من يرفع تلك الحاجة فلا بد أن يكون هناك رب فوقه، يكون ذاك هو الرب مو هذا. إذن المحدود يحتاج إلى من يوجده في ضمن هذه الحدود التي هو له، لأنه هو عين الفقر، عين الحاجة. والله سبحانه وتعالى هو الذي حد حدود الموجودات. يعني الله سبحانه وتعالى، إذا نذكر مثال في الحدود من حيث الحجم، مثلا الكرة الأرضية لها حجم، الشمس لها حجم أضعاف الكرة الأرضية مثلا، وبعض النجوم لها حجم أضعاف الشمس، والموجودات في الأرض كل واحد من هذه الموجودات له حجم خاص، حدود له. من الذي حده ضمن هذه الحدود؟ الذي خلقه. وكما يقولون في المنطق، الماهية في الاصطلاح المنطقي هي حدود الوجود، يعني الوجود الذي له حدود خاصة، هذه الحدود الخاصة هي الماهية. لذلك الله سبحانه وتعالى لا ماهية له بهذا المعنى، لأن الماهية هي حدود الوجود، والله سبحانه وتعالى وجوده ليس له حد، علمه ليس له حد، قدرته ليس لها حد، حياته ليست لها حد، وهكذا وهلم جرى. نحن نحتاج إلى تربية، نحتاج إلى من يرزقنا، كما أنه خلقنا وحدنا، نحتاج إلى الرزق، نحتاج إلى أمور كثيرة. هذه الحاجة سببت أن نكون مربوبين. الله سبحانه وتعالى لا حاجة له لكي يحتاج إلى من يرفع تلك الحاجة حتى يكون مربوبا، لذلك صار هو الرب وإحنا صرنا المربوبين. فحاصل هذه الفقرة من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام أنه ما هو الفرق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ الفرق هو الخالق ونحن المخلوقون، هو الذي حدد وجودنا ضمن حجم خاص وضمن ماهية خاصة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع حاجاتنا. فإذن هو الرب ونحن المربوبون، هو الخالق ونحن المخلوقون. ولو كنا نمتلك صفات الرب سبحانه وتعالى، من باب لو حرف امتناع للامتناع، كما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كنا نمتلك تلك الصفات لم نكن مخلوقين. والله سبحانه وتعالى لو فرض أنه يمتلك صفات المخلوقين لم يكن خالقا، ما هو الذي ميزه علينا؟ ميزه علينا هذه الأمور التي ذكرنا، هو الخالق ونحن المخلوقون، هو الذي يحدد وجودنا ونحن وجودنا محدود، هو الذي يربينا ونحن مربوبون. فلذلك صار هو الخالق ونحن المخلوقون. هذا المقطع من كلام الإمام يرتبط بالمقاطع السابقة. ثم بعد ذلك الإمام يذكر مجموعة أمور من المفاهيم التوحيدية. يقول عليه السلام: الواحد بلا تأويل عدد. عندنا وحدة حقيقية وعندنا وحدة عددية. الوحدة العددية تعني أن هناك أشياء متشابهة، ولكن كل واحد منها له وجود مستقل. يعني أنت أفرض 10 كتب أمامك، كل كتاب له وجود مستقل، هذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب، كل كتاب له وجود مستقل، لكن الوحدة وحدة عددية. لذا تقول 1 2 3. لماذا تقول 1 2 3 4 وهكذا؟ لأن هذه الأشياء تتشابه في جهة من الجهات. الله سبحانه وتعالى لا ثانية له، تعدد الآلهة محال كما مر سابقا، لا يعقل أن يوجد إله آخر
غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تعدد الآلهة محال، لا يصح أن تقول واحد اثنان، لأنه لا يوجد إله آخر. أيضا الله لا شبيه له، إحنا مخلوقات موجودة، لا يصح أن تقول واحد اثنان، يعني الله واحد أنا الثاني فلان ثالث، كلا. أيضا هذه الوحدة العددية بالنسبة لله لا تجري، لأن الوحدة العددية بالنسبة للأشياء المتشابهة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذن حينما نقول الله واحد لا نريد الوحدة العددية، وإنما نريد الوحدة الحقيقية، يعني الله سبحانه وتعالى من جميع الجهات واحد، ليس كمثله شيء، لا في وجوده ولا في صفاته، وليس مركبا، لأن المركب ليس بواحد حقيقي. يعني شوف مثلا أنا الآن أو أي إنسان آخر مركب من جسم وروح، والجسم مركب من أعضاء، وهذه الأعضاء مركبة من خلايا، وهكذا. فهذه الأجزاء المتفرقة اجتمعت تشكل هذا الجسم، فنقول هذا واحد، لكن وحدة ليست بحقيقية باعتبار وجود الأجزاء. الأجزاء متعددة اجتمعت ثم ننتزع منها عنوان الواحد، لكن الله سبحانه وتعالى بسيط، يعني ليس مركب، ولذا صفاته الذاتية ليست زائدة على ذاته. يعني علم الله ليس كعلمنا، نحن علمنا زائد على ذاتنا، لذا عندما نولد غير عالمين، ثم بالدراسة بالتعلم نحصل شيئا من العلم، وبعد ذلك يمكن أن هذا العلم ينفصل عنا بنسيان أو بمرض أو بأي شيء آخر، لأن علمنا زائد على ذاتنا، يغاير ذاتنا. أما علم الله سبحانه وتعالى ليس زائدا على ذاته، ليس مغايرا لذاته، بل هو عين ذاته، فلا إثنينية بين ذاته وبين علمه، وكذلك سائر صفات الذات كالقدرة والحياة وما إلى ذلك. فإذن عندما نقول الرب واحد، الوحدة الحقيقية، يعني لا ثانية له حتى تقول واحد اثنان، ولا أجزاء له بحيث أن هذه الأجزاء تركبت شكلت الوحدة الاعتبارية، كلا. الواحد بلا تأويل عدد، التأويل يعني الرجوع، لا يرجع قولنا هو واحد إلى أنه هناك وحدة عددية، وحدة اعتبارية، كلا، بل هي وحدة حقيقية. ثم يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الخالق لا بمعنى حركة. نحن لنا صنع، نصنع أشياء، يعني النجار يأتي مثلا ويصنع من الخشب بابا، الحداد يأتي ويصنع من الحديد سيفا، البناء يأتي ويصنع من أدوات البناء من الجص والطابوق وما إلى ذلك غرفة. بناء وصنع الإنسان يحتاج إلى حركة، لا يمكن أنت بدون أي حركة تصنع شيئا، قد تكون حركة مباشرة بيدك، وقد تكون بآلة، لا بس أنت تضغط على الزر وتتحرك الآلة والمصنع يصنع، لكن أنت لازم تحرك بحركة، بدون أي حركة لا يمكن للإنسان أن يصنع شيئا. لكن الرب سبحانه وتعالى هل صنعه للأشياء بحركة؟ كلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حركة في خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله ليس بالجسم، والحركة هي خاصة بالأجسام. شنو معنى الحركة؟ معنى الحركة أن يكون هناك جسم في مكان،
ثم ينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر، يعني هذه اليد مثلا في هذا المكان ثم جاءت في مكان آخر، هاي صارت حركة، أو حسب ما يعبرون عنه وجود الجسم في الزمان الثاني في المكان الثاني بعد أن كان في الزمان الأول في المكان الأول. وهذا يحتاج في الحركة إلى زمان وإلى مكان، والله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وهو خالق المكان، فلا معنى لأن نقول إنه في خلقه يحتاج إلى حركة، وإنما بمجرد أن يريد الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء. فلذا والخالق لا بمعنى حركة، يعني حتى صفات فعل الرب تختلف عن صفات أفعالنا، خلقه يختلف عن صنعنا. والبصير لا بأداة، حينما تقول الله سبحانه وتعالى بصير يعني شنو؟ بصره يختلف عن بصرنا، صحيح اللفظ واحد، تقول زيد بصير وتقول الله بصير، هذا اللفظ، ولكن لمعنيين، بالإرادة الجدية لا يراد معنى واحد، وإلا صار تشبيه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نحن حينما نحتاج إلى الرؤية نراها عبر البصر، نرى الأشياء عبر البصر، النور يصطدم بالأجسام والأمواج النورية تنتقل ترجع، العين تلتقط تلك الأمواج النورية وعبر شبكة الأعصاب تنقلها إلى الدماغ، والدماغ يرى الأشياء، هذه رؤيتنا البصرية. حينما نقول إن الرب بصير هذا المعنى مستحيل في حقه، وقد ذكرنا مفصلا فيما مضى أوجه الاستحالة. الله سبحانه وتعالى ليس له عين بمعنى عيوننا، وإنما تجري بأعيننا يعني برعايتنا، هذه من الآيات المتشابهة التي المجسمة يحتارون فيها، لأن الآية تقول بأعيننا، أعين جمع عين، وأقل الجمع ثلاثة، المجسمة يعتقدون أن الرب عز وجل وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صورته كصورة الإنسان، فلذا له عينان مثلا، عندما يصلون إلى هذه الآية أعين يضطرون إلى تأويل، لأن إذا اضطريت إلى تأويل هذه الآية المتشابهة أولها بالتأويل الصحيح التي أولها الرسول صلى الله عليه وآله وأولها الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين هم الراسخون في العلم بمعنى الرعاية، وهذا اصطلاح شائع بين الناس، يقولون مثلا ضع عينك علي يعني ارعاني. فالبصر في الله بمعنى علمه بالمبصرات، يعني الأشياء التي ترى الله سبحانه وتعالى عالم بها، والبصير لا بأداة، والسميع لا بتفريق آله، الله سبحانه وتعالى سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، سمع الله بمعنى علمه بالمسموعات، يعني هذه الأصوات التي نحن نسمعها الله سبحانه وتعالى عالم بها، لا بمعنى السمع الذي هو فينا في الموجودات، السمع الذي هو في الموجودات أمواج هوائية، هذه الأمواج الهوائية تدخل في الأذن وتحرك طبلة الأذن، كل موجة، لأن كل حرف هذا موجة خاصة، يعني مثلا العين والقاف والطاء وسائر الحروف، كل حرف هذه موجة خاصة من الموجات الهوائية، الهواء يخرج من رئة الإنسان، الأوتار الصوتية، الحلق، الفم، اللسان، تقطع هذه يعني يقطع الهواء، هذه تقطع الهواء، فبكل تقطيعة تحصل موجة خاصة، هذه الموجة الخاصة تأتي وتدخل في الأذن تحرك طبلة الأذن، كل حرف يحرك بطريقة كما يقول أهل الاختصاص، وحركة طبلة الأذن يسبب أن
تتبدل هذه الأمواج الصوتية إلى أمواج عصبية، وعبر شبكة الأعصاب تنتقل إلى منطقة السمع في الدماغ، فالإنسان يسمع الأصوات. وكل ذلك مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، ليس له أجزاء كأجزائنا، لا يحتاج إلى أمواج صوتية، لا معنى لأن نقول أنه هذه الأمواج تدخل في ذاته. فسمع الله سبحانه وتعالى يختلف عن سمعنا، فما هو؟ ذلك هو العلم بالمسموعات. حتى المجسمة يحتارون، يعني أنت الآن تجيب واحد من ذوي المجسمة مثل الوهابيين، قل له يعني هاي أصواتنا عندما تخرج تدخل في أذن الرب مثلا، في ذات الرب؟ لا أظن يقولون ذلك، يقولون هو يسمع ولكن بما يليق بجلاله. زين، بما يليق بجلاله يعني شنو؟ يعني ليس كسمعنا، نوع آخر من السمع. شنو هو ذلك السمع؟ تفسير الرسول وأهل البيت أن ذلك السمع هو العلم بالمسموعات، وهذا المعنى هو الذي يتعقل من سمع الرب سبحانه وتعالى. ولذا الإمام يقول والبصير لا بأداة العين مثلا، والسميع لا بتفريق آلة. يعني الله سبحانه وتعالى يسمع، ولكن سمعه ليس بمعنى أن الأذن أو طبلة الأذن تفرق بين الأمواج الصوتية المختلفة، بحيث أنه نسمع هذه الأمواج بأشكال مختلفة اللي هي الحروف. كلا. ويقول الإمام بعد ذلك والشاهد لا بمماسة. الشهود في اللغة بمعنى الحضور، عالم الغيب والشهادة. الشهود بمعنى الحضور، الغيب بمعنى عدم الحضور. زين، هذا بالنسبة لنا شهود وبالنسبة لنا غيبة. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فلا فرق بين شهود وغيبة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا اللي احنا محدودين، بعض الأشياء حاضرة عندنا فيكون شهود، بعض الأشياء غائبة عنا فيكون غيبة. الله سبحانه وتعالى شاهد، لكن ليس كشهودنا، لأن احنا وجودنا محدود. حضورك في مكان يسبب أن تشهد، أن يكون لك شهود. لذا يقال للشاهد شاهد في المحكمة. لماذا يقال له شاهد؟ لأنه كان حاضرا في الواقع ولم يكن غائبا. فمن شهد منكم الشهر، يعني فمن حضره ولم يكن غائبا في سفر. الله سبحانه وتعالى شاهد، وهو على كل شيء شهيد. من صفات الرب الشهيد الشاهد، الله شاهد، لكن ليس شهوده بمعنى حضوره في مكان بحيث أنه يمكن لمسه. هذا الشهود المتصور في المخلوقات، زيد حاضر في مكان يمكن أن نلمسه، جسمه يماس ذلك المكان، لكن الرب سبحانه وتعالى ليس بالجسم. والغيب والشهود بالنسبة إليه لا فرق بينهما، عالم الغيب والشهادة، محيط بكل شيء سواء كان غائبا أو غير غائب. غائب بالنسبة إلنا غائب، ولكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كل شيء تحت علمه وقدرته. والشاهد لا بمماسة، والباطن لا باجتنان. الاجتنان بمعنى الاستتار. الله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن. يعني شنو هو الباطن؟ هل بمعنى أنه داخل في الأشياء كما تقوله الحلولية والعياذ بالله؟ بعض الذين يقولون بالحلول مثلا يقولون الرب عز وجل حل في عيسى والعياذ بالله من كلمتهم، أو بعض الغلاة يقولون حل في الأئمة نعوذ بالله من مقولتهم، أو البعض القائلون بوحدة الوجود يقولون أنه حل في كل شيء، بل أكثر من ذلك يقولون أن الرب هو كل شيء، وهذا هو الكفر الصريح.
إذا التزموا بلوازم المذهب الفاسد. عندما نقول إنه باطن ليس بمعنى أنه دخل في الأشياء، استتر في الأشياء، كلا، وإنما بمعنى أنه عالم بالبواطن. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يدور في قلبك الرب سبحانه وتعالى يعلمه، لأنه محيط علما وقدرة بالأشياء جميعا، ظاهرها وباطنها. فعندما تقول باطن ليس بمعنى حلول، والباطن لا باجتنان، والظاهر البائن لا بتراخي مسافة. الآية تقول هو الظاهر والباطن. شنو معنى الظاهر؟ الظاهر بمعنى أن آياته ظاهرة للجميع، وجوده غير خفي على أحد. سنريهم آياتنا في الآفاق. الله سبحانه وتعالى هو الظاهر، آياته في كل مكان موجودة، علمه وقدرته محيطة بكل شيء. ليس كما يقول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، كلا، هذا كفر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله سبحانه وتعالى علمه وقدرته بجميع الأشياء محيطة، البائن لا بتراخي مسافة. يعني الله سبحانه وتعالى يباين المخلوقات، لكن ليس بمعنى انفصال في المكان كما يزعم المجسمة يتمسكون بالآية المتشابهة الرحمن على العرش استوى، ويفسرون الاستواء بمعنى الجلوس كجلوس أحدنا على الكرسي. الرحمن على العرش استوى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى استولى على الملك، بيده ملكوت كل شيء، هذا هو المعنى، لا بمعنى الجلوس. وبعدين يتورطون في نزول الرب الذي يزعمون أن الرب ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الأولى، فكيف هو ليس في على العرش وهو في السماء الأولى؟ عندما نقول إنه بائن من خلقه لا بتراخي مسافة، بعد مسافة، يعني نحن في الأرض هو على العرش مثلا، أو في السماء السابعة، أو في ليلة الجمعة ينزل إلى السماء الأولى، مسافة بيننا وبينه، كلا، لأن هذه المسافة للمكانيات. المسافة معناها شنو؟ بين شيئين، يعني هذا جسم في مكان وذلك الجسم في مكان، هناك بينهما فاصل، فهذا بائن عن ذاك لوجود الفاصل بينهما، ولا يوجد بينهما مماسة. فهذا في المكانيات الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس في مكان لأنه خالق المكان. الله أحاط بكل شيء علما، الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء محيط، فكيف يكون العرش اللي هو مخلوق يحيط بالله سبحانه وتعالى مع أن الله هو محيط بكل شيء؟ فإذن المسافة الفاصلة بين شيئين يجب أن يكونا جسمين محدودين حتى يكون بينهما فاصل في مكان، في مكانين، والله خالق المكان وغير محدود وليس بجسم. فعندما تقول الله سبحانه وتعالى بائن عنا ليس بمعنى تراخي مسافة، بل علمه وقدرته محيطتان بجميع المخلوقات، والظاهر البائن لا بتراخي مسافة. هذا قطعة من هذه الخطبة المباركة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي رواها الإمام الصادق سلام الله عليه. إن شاء الله في الحلقة القادمة نحاول أن نكمل هذه الخطبة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.